أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً بقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع من برنامج أكثر من رأي حلقة بعنوان مهم جدا اليوم: لماذا يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ الرب يسوع المسيح قال هذه العبارة لبطرس، بطرس الرسول، عندما طلب منه، قال له بطرس لما شاف المسيح ماشي على الماء، قال له: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك. فقال له الرب يسوع: تعال، تكفي هالكلمة، كلمة واحدة، تعال. فلكن بطرس لما رأى الريح شديدة، الأمواج عاتية، ابتدى ينظر حوله، شك، ابتدى يغرق، صرخ للرب وقال له: يا رب نجني. مد المسيح له المجد، مد يده وشاله. فمنشوف أنه أحبائي هذا الموضوع بدنا نتكلم عنه من زاوية شك. هل الشك خطية مثلا؟ ما هو الإيمان؟ تعريف الإيمان بالشكل العام، هل الإيمان منا؟ ما الكتاب المقدس بيقول: الإيمان ليس منكم. ففي أمور كثيرة تحيط بموضوع الإيمان، فبنعمة الرب سوف نتناقش بها مع بعض البعض. معي ضيفي بالاستديو وضيف كريم أيضا على الزوم. ضيفنا بالاستديو خادم الرب الفاضل وراعي الكنيسة المشيخية في تونجابي بسيدني أستراليا، الأسيس نبيل زخاري. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. أسيس جون، تحياتي ليك وللمشاهدين الكرام وزميلنا الفاضل الأخ ناجي، وطالبين أن الرب فعلا يقودنا في الليلة دي في برنامج مهم، ونشكر ربنا لأجل اختيارك الصائب للبرنامج. آمين. للموضوع ده أسيس. الرب يباركك ويحفظك. شكرا لأنك شاركتنا اليوم كمان كالعادة. كل شرف لي. مجدا للرب. ومعنا أحبائي خادم الرب المبارك الدكتور الفاضل الدكتور ناجي إسكندر. طبعا دكتور ناجي عنده برامج متنوعة، والرب كرمني وشرفني أني أعمل أنا وياه برنامج اسمه الخليقة، أسطورة أم حقيقة، وأيضا عنده برامج أخرى على عدة قنوات، لكن عنده البرامج الأساسية معنا بقناة الكرمة. فالدكتور ناجي هو أيضا كمان طبيب جراح، زميل الكلية الملكية في بريطانيا، ولكن نشكر رب he quit his job، ترك مسؤولية الجراحة وابتدى يخدم الرب في موضوع العلم، الساينس، يعني الكتاب والعلم. فنشكر رب من أجله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور ناجي، نشكر رب من أجلك. أهلا يا سي جون، أنا سعيد جدا أني ألتقي معك مرة تانية في برنامج مهم وفي موضوع مهم جدا بيأثر علينا في حياتنا اليومية، وهو الشك والإيمان، ومحتاجين أن احنا نتخلى عن الشك ونعيش بالإيمان، لأنه ده الوسيلة اللي بنرضي بها الله. الرب يباركك دكتور ناجي. طبعا الإيمان بالبداية، يعني حتى نريح الأحبة، يمكن الواحد البعض يقول: طب أنا ما عنديش إيمان. لا، الإيمان إزاي نستلمه في البداية؟ هل هو لازم يكون مني حتى أتواصل فيه مع الله، أو هو من الله حتى أنا أتواصل مع الله؟ تفضل يا محبوب. هو الإيمان عطية من الله، بس أنا بستقبلها. نعم. زي الهوى اللي بنتنفسه، هو عطية من الله بس أنا لازم أستقبله عشان أتنفسه وأقدر أعيش بيه. نعم. فالإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. نعم. الإيمان المسيحي مش معميات، مش إيمان بحاجة هلامية ملهاش شكل. الإيمان المسيحي مبني على حقائق تاريخية. نعم. وعلى نبوات اتحققت، وعلى أسس علمية قوية جدا على فكرة. فالإيمان المسيحي ليه قواعد وليه أساسات قوية جدا بنقدر نتغلب على الشك. أمين أمين، ليكن اسم الرب مبارك. طيب أمين. منتابع مع حضرتك بعد قليل دكتور ناجي، نشكر رب من أجل حضرتك. أسيس نبيل، الإيمان كما تقول رسالة أفسس، بدي أقراها ومسلمك الكلام لو سمحت. بولس الرسول بيقول بأفسس الإصحاح الثاني، وهذا هذه الكلمات معروفة لدى كل المؤمنين والمؤمنات، بيقول: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. يعني من البداية الديباجة تقول أنه مش ظابطة معانا، مش ماشية معانا، نحن خطاط. أوكي. التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح، أي إبليس الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، لكن لا يستطيع أن يعمل فينا كأبناء الطاعة كما يقول الكتاب. نعم. الذين نحن أيضا
جميعا كنا نحن أبناء المعصية، كنا قبلا بينهم في تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. لسه هنا بنشوف ما قلناش فضل الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، يعني فضل من الله ونعمة الله، نعمة إلهية، نعمة إلهية. وأقامنا معه وأجلسنا معه أي مع المسيح في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. الفضل فضل الله في المسيح. تمام. بعدين بيقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. طب منين جبنا الإيمان؟ بيقول بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال صالحة، يعني ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إذن الإيمان مش منا. تمام. تفضل. تمام. لاحظ أسيس حتى بالإنجليزي يمكن أوضح شوية، by grace through faith، بالنعمة من خلال الإيمان. إذن المصدر هو النعمة، الوسيلة هي الإيمان. yes. فإزاي أستقبل النعمة من غير حاجة أستقبل بها؟ حلو. يعني حد، يعني القناة بالضبط، الوسيلة والقناة الجسر اللي بتعبر عليه نعمة الله ليا هو الإيمان. بس في نفس الوقت يعني قبل ما أسيب الحتة دي، قال أحد الشراح كلمة عجبتني، عبارة عجبتني بتشرح الحتة دي، قال إنه النعمة هي إيد الله ممدودة ليا، الإيمان هو إيدي أنا ممدودة أستقبل بها نعمة الله. إذن في تشارب في العمل، لكن قبل ما نفكر ونستعجل ونقول لأنه أنا كان عندي إيمان ربنا اختارني واداني نعمة شاف فيا حاجة حلوة، كما لو كان إن الإيمان يعني فضل فيا، كريدت فيا، شيء ربنا مستحقه، أنا أستحقه، يعني لأنه ربنا شافني أنا عندي إيمان حلو عشان كده اداني نعمة. لا، هنا واضح جدا، والرسول بيحط وبيشدد عليها، نقدر نقول بيحط تحتها خطين ثلاثة، بيقول يا جماعة ليس منكم، ذلك ليس منكم، يعني حتى الإيمان اللي استقبلته به نعمة الله ده كمان هبة وعطية من الله. أسيس الإنسان الميت، سوري، يعني الإنسان الميت ما يطلعش منه حاجة، مهما تعمل وتحاول مش هيطلع منه حاجة في حالة موت. فزي ما شرحت حضرتك في البداية في مطلع الأصحاح، كنتم أموات بالذنوب والخطايا، الإنسان الميت بالخطايا والذنوب ما يطلعش منه إيمان، ما يطلعش منه، سوري، غير ريحة عفونة الخطية، عفونة بتاعة الموت. لكن كان لازم أنه الله الأول يحيينا، يحيي الميت فينا، يحيينا وبعدين يقيمنا وبعدين يجلسنا معاه، وبعد كل البروسيس الرائع ده، العملية المعجزية الإلهية اللي الله بيجريها فينا، بيحيي فينا بعد كده الإيمان، بيفعل فينا الإيمان، بينشط فينا الإيمان، بيرفع فينا الرغبة إن احنا نتواصل مع الله بعد ما يدينا نسمة حياة. فإذا الإيمان عشان نعرفه بكل بساطة هو عطية من الله بستقبل بها نعمة الله، وبعد ما استقبل نعمة الله الإيمان بيديني إن أنا أتغير، أستلم عطية الله اللي هي الولادة الجديدة بالروح القدس، وأصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع، وتبتدي حياتي بعد كده بعد ما تتغير بالإيمان والأعمال، تنشئ أعمال صالحة. عشان كده في الآية اللي بعدها مباشرة ربطهم مع بعض. yes. ربط الثلاث آيات مع بعض، إنه الغرض من نعمة الله إنه ودالك الإيمان عشان تستقبل بنعمة الله، مش بس عشان تبقى أنت شكلك حلو وخلاص. لا، عشان تعمل أعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إذن مهم إن احنا يعني نرتب الترتيب ده، وهختم بالفكرة دي، إنه المصدر هو النعمة، الوسيلة هو الإيمان، النتيجة والثمر هو الأعمال الصالحة. لألا حد يفكر إن احنا بنهمش أهمية الأعمال، لا، الأعمال ليها مكان، بس لازم تيجي بعد ما الإنسان يتغير بالإيمان بواسطة فعالية النعمة في قلوبنا. يبقى إذن نعمة، إيمان، أعمال، ده الترتيب اللي الرب حطوه. فإذن النعمة والإيمان مش مني، الكتاب المقدس بيقول وذلك ليس منكم، نعمة الله نعمة،
هي. والإيمان هو ليس منكم، هو عطية الله. نعم. أوكي. أمين، ليكن اسم الرب مبارك. دكتور نعم. ناجي، بس بدي كمل بعد قليلا لو سمحت، حتى مثل ما الأسيس الفاضل الأسيس نبيل بيقول أنه ممكن واحد يقول طب what about works، يعني ماذا عن الأعمال؟ مثلا في آيات بتقول برومي مثلا 10:5 مثلا بيقول أنه موسى بيقول أنه ما تستصعب أنك توصل، يعني بولس الرسول عم بيقولها بالنيابة عن موسى. موسى كان عم يتكلم عن كلمة الله وعن الوصايا وكيف لازم يحفظوها، فبس بولس الرسول بالروح القدس استخدمها بأسلوب مختلف، مش مختلف، أوضح. فبيقول مثلا، بيقول مثلا برومي 10 خلينا نقول 7 حتى، لا ما راح لازم نقراها من 5 سوري لأنه أوضح. بيقول بولس الرسول لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس، أي الناموس الذي ممكن يأخذ منه بر الإنسان، في البر الذي بالناموس أن الإنسان، إن الإنسان الذي يفعلها، يفعل الوصايا يعني، سيحيا بها. وأما البر الذي بالإيمان، مش بالناموس، بالإيمان، فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي ليحضر المسيح حتى يجيب لنا المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية يعني إلى القبر، أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول الوحي؟ يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها. وقديش سهلة؟ بيقول لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. طب الناس بتحتج علينا، حضرة الدكتور بيقول لك مش معقول، يعني أنا لا بس إجي أقول أنا آمنت وخلص وخلصت، فبالبساطة دي. تفضل يا محبوب. تمام. هو الحقيقة المقارنة هنا رائعة جدا يا سيدي جون، لأن رسول بولس بيستخدم الناموس عشان يوضح لنا الوظيفة بتاعة الناموس. فالناموس كان مؤدبنا إلى المسيح. يعني إيه مؤدبنا إلى المسيح؟ الناموس بيوري المستوى اللي الله طلبه مننا، وبيقول لنا أني أنا مش هقدر أحقق هذا المستوى. هذا المستوى من البر، الرب يسوع لما جاء على الأرض عاش في حياة البر، وكان هو الذبيحة اللي بتترفع على الصليب بالنيابة عن العالم كله. وبكده أنا أقدر أحقق مطالب الله من خلال الرب يسوع المسيح المخلص. عشان كده الإيمان هو أني أنا أصدق في هذا العمل. بس الإيمان ده مش مجرد كلمات على فكرة، الإيمان ده بيغير الحياة. الإيمان مبني على التوبة، والتوبة مش بس دموع وعياط وحاجات emotion which is okay، لكن الإيمان التوبة دي عبارة عن تغيير اتجاه. فبعد ما كنت عايش بعيد عن الله ببتدي أقرب من الله، بعد ما كنت في عداوة مع الله بقيت في سلام مع الله، بعد ما كنت عايش ضد إرادة الله أنا بعيش عشان أحقق إرادة الله في حياتي. فالإيمان مش واحد بس بيقول كلمات، الكلمات دي بتعني إن أنا غيرت اتجاه حياتي، وإن أنا قبلت المخلص اللي هيديني البر الذي في المسيح. عارف يا سي جون، أنا بحط دايما مثال إني لو أنا طلبت من واحد صحته قوية جدا وأثليت وشخص قوي جدا أقول له نط 20 متر وأقف، هيقول لي مستحيل لأن الجاذبية الأرضية هتشدني لتحت. لكن لو قطعت له تذكرة ودخلته جوه طيارة مش هقول له 20 متر، هقول له 20,000 قدم فوق سطح البحر. ليه؟ لأنه في الطيارة يقدر يحقق المطالب الأعلى. فأنا في المسيح بقدر أحقق مطالب الله العليا اللي طالبها لأنه إله بار. عشان كده الإيمان هو تغيير حياة مش مجرد كلمات. الإنسان اللي بيقول كلمات وبس ده عمره ما بيكون اختبر الإيمان الحقيقي، لأن الإيمان الحقيقي مغير. زي ما الأسيس نبيل قال لنا في بداية الشرح للجزء بتاع أفسس إن إحنا أموات بالذنوب والخطايا. الإنسان الميت ده ما بتطلبش منه يعمل حاجة لأنه ما يقدرش. الإنسان الميت مش بتحط له دريبس وتعمل له تحليل دم وتعمل له نقل دم، ما ينفعش. الإنسان الميت محتاج حياة، والحياة دي تأتي بالنعمة وبستقبلها بالإيمان، وبتكون النتيجة أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. رائع، الرب يباركك أسيس دكتور. طيب بعد عندي النقطة الأخيرة وبعدين بنكمل وندخل على موضوع العنوان، عنوان الحلقة لماذا يا قليل الإيمان لماذا شكك. ممكن شخص ما يكون مقتنع يقول لك لا، في شيء اسمه ركيزة أساسية لخلاصي هو أعمالي.
فبولس الرسول ايضا بالروح القدس اشار عليه الروح القدس ان يكتب برساله رومي الاصحاح الرابع، بيقول: فماذا نقول؟ ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد، يعني نال البر بحسب اعماله، لانه ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال اي الاعمال الصالحه فله فخر ولكن ليس لدى الله. دي نقطه محوريه. لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل، يعني ما بيعمل أعمال صالحة حتى يخلص، لكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، يؤمن بالله الذي يبرر الفاجر، فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في المزمور بيقول لك في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال. شو بقول داود؟ بقول: طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. على أي أساس ما حسب له إياها؟ مات في نعمة وفي كفارة، كفارة المسيح، فداء المسيح. نعم. مش كده ولا؟ صحيح. تفضل. يعني أفتكر هي لو نربط رومية 4 بيعقوب 2 سيس تقريبا الصورة هتكتمل قدامنا، لأن لكل ميزان فيه كفتين. الكفة اللي بيتكلم عنها بولس الرسول هنا موضوع الإيمان، إنه الإنسان لا يتبرر بالإيمان أمام الله، لأنه ما فيش في الإنسان أي مقدرة أنه يرضي الله بأعماله، لأنه مهما عملنا أعمال برنا هي بالنسبة للرب أعمال كأنها توبة عدة، يعني حاجات ملهاش قيمة. ممكن الإنسان يعمل أعمال صالحة وربنا يكافئه عليها هنا على الأرض، لأنه ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، هيكافئه الرب أعمال خير لأعمال الخير اللي هو عملها وزرعها، ربنا هيديله حصاد خير هنا على الأرض. لكن من جهة التبرير أمام الله واضح جدا أنه ما فيش قدامنا سكة قدام الله غير بر المسيح الكامل، لأنه مهما كان بر الإنسان فهيبقى قاصر، يبقى معطوب، فإحنا محتاجين أن احنا نحتمي نستخبى في بر المسيح عشان نجد قبول عند الله. ده من جهة الإيمان اللي بنحصل عليه أو البر اللي بنحصل عليه بالثقة والتكريس، وأن احنا نستتر في المسيح. فأمام الله ملناش بر في أعمالنا، لكن بس بإيماننا في بر المسيح ونحتمي في بر المسيح. لكن أمام الناس بقى، ما هو الموضوع ليه شقين، أمام الله وأمام الناس. أمام الناس إنه الناس عم تشوف حياتنا، الإنسان اللي جنبي حضرتك مش شايف قلبي، مش شايف اللي جوايا إيه. أنت شايف اللي طالع من برة، أعمالي، كلامي، سلوكي، تصرفاتي، طريقة تواصلي مع الناس، طريقة نظرتي للأمور، كل ده من برة، شيء خارجي. فالأعمال الظاهرة من برة ده اللي بيبررني قدام الناس، بمعنى أنه اللي بيدل على أنه أنا في شيء مختلف من جوه، أن أنا حصلت على التبرير الداخلي، أنه إيمان يسوع المسيح خلصني وولدنا من جديد واداني طبيعة جديدة، طبيعة إلهية. فقدام الناس أنا محتاج الأعمال عشان أتبرر، عشان كدليل، كبرهان أن أنا فعلا اتغيرت. قدام الله ماليش غير ان انا يعني اروح ارتمي عند اقدام المسيح واقول له غطيني ببرك امام الله، لانه قدام الله لا يتبرر انسان زي ما قرينا. فهنا الشقين بيكملوا بعض، قدام الله انا محتاج ايمان، لكن قدام الناس انا لازم ابين باعمال. فهنا الاثنين بيكملوا بعض وليسوا في تضاد او في تضارب، بل بالعكس في تكامل. الاثنين بيبينون الصوره، ولما ناخد دي لازم ناخد معاها الثانيه عشان تكتمل الصوره، لانه في ناس بيروحوا كتير ناحيه الاعمال زي ما حضرتك ذكرت، اعمال 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 اعمال، بيتكلوا على اعمالهم اكتر ما بيتكلوا على، بيمسكوا رساله يعقوب دي وبيمسكوا يعني خلاص هي الكل في الكل، وهو بيقولوا اعمال، وبدون اعمال، بدون اعمال الايمان بيكون ميت. وطبعا طبعا مش قصده ميت، قصده انه مش معقول يكون انسان مؤمن اذا ما عندوش حياه حلوه ومقدسه. بالضبط. بس هو مخلص بايمانه مش مخلص باعماله. ويعقوب بيقولها يعني ارني اعمالك، وريني ازاي اعمالك بتثبت ايمانك، وانا كمان من ناحيه ثانيه هوريك باعمالي ايماني ان انا اتغيرت وان انا مرتبط بالمسيح وان انا خليقه جديده. امين. الرب يباركك. دكتور ناجي، بنوصل للب الموضوع، إلا إذا بتحب تضيف نقطة قبل ما ندخل بالموضوع، لو حبيت قل لحضرتك حتى تفضل. نقطة صغيرة جدا تأكيدا للكلام اللي قلته حاليا، الأعمال ثمرة مش وسيلة.
فهي ثمرة الإيمان، لما يكون جوايا إيمان هيطلع أعمال صالحة، هتبقى حاجة ناتشرال إنها تطلع، دي الثمرة اللي بتطلع، مش الواحد بيصنع الأعمال الصالحة عشان يرضي الله. فدي نتيجة الحياة اللي الله بيديها لنا زي ما حضراتكم اوكي شرحتوا. طيب، فاذا بالنسبه لموضوع موضوعنا اللي هو عنوان الحلقه، يا قليل الايمان لماذا شككت، كما قال المسيح لبطرس فيما كان ماشيا على البحر وبعدين شكوا وابتدى يغرق. فبيقول الكتاب المقدس انه المسيح اتاهم في الهزيع الرابع، يعني على فجرا فجرا اتاهم في الهزيع الرابع من الليل، يعني ماشيا على البحر بحسب متى 14 وبدءا من الايه 22 ونزول. فلما ابصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت قال لهم يسوع تشجعوا انا هو لا تخافوا. فطبعا بطرس قصدي دائما متحمس، فاجابه بطرس يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء. فقال تعال. فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء لياتي الى بطرس الى يسوع، ولكن لما راى الريح شديده خاف، واذ ابتدا يغرق صرخ يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت. ولما دخلا السفينه سكنت الريح، والذين في السفينه جاءوا وسجدوا له قائلين نتيجه الاختبار ده بالحقيقه انت ابن الله. يعني أنت الله الذي يعكس جوهر الله، أنت الابن الذي يعكس جوهر الله. طيب السؤال هنا دكتور، ما إذا نحن أخذنا الإيمان أوريدي، نحن عنا الإيمان من الله، لماذا لم يستطع بطرس أن يتابع بموضوع الإيمان كما لو أنه لم يفعل هذا الإيمان، أو إيه اللي حصل؟ تفضل. تمام، علينا نعرف أنواع الإيمان عشان نقدر نفرق بينهم. إيمان الخلاص اللي بيدينا التبرير أمام الله ده حاجة ثابتة في حياتنا، حلوة، وده أساس اللي بنتعامل بيه مع الله. لكن في الإيمان العملي اللي بنواجه بيه الحياة كل يوم، وده بيتعرض للزيادة وللنقص. لما بيقول أعن عدم إيماني، أعن ضعف إيماني. إيمان الخلاص متساوي في كل البشر، حتى إن الرسول بطرس بيقول إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. فالإيمان اللي هيدخل الرسول بطرس السماء هو اللي هيدخل أصغر مؤمن هيؤمن بالرب يسوع المخلص. فده إيمان الخلاص ثابت. الإيمان اللي متغير في شدته أو في تفعيله في حياتنا هو إيمان العملي اللي بنعيش بيه كل يوم. والإيمان ده هو اللي اتهز لما بطرس شاف الأمواج العالية، ولما بطرس شاف يعني بطرس عنده شجاعة غير عادية على فكرة، إنه يقول مرني أن آتي إليك، ده يعني حاجة عظيمة جدا، وإنه يستجيب لكلام الرب لما قال له تعالى، فعلى طول استجاب، وده شيء لازم نقدره جدا في الموقف ده اللي بطرس عدى فيه. لكن لما شاف الأمواج العالية ابتدى يخاف. الشيء الجميل في الرب إنه ما ابتداش يوبخ بطرس على ضعف إيمانه. الرب انتشله الأول ودخلوا السفينة وبعدين قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. فالرب عارف ضعفنا كبشر وبيتعامل معانا بكل حكمة وبكل نعمة عشان يرفعنا من عدم الإيمان العملي إلى الثقة فيه مرة تانية عشان نكمل المشوار. ولما نفهم الفرق بين إيمان الخلاص، وده متساوي عند جميع البشر اللي هيؤمنوا بالمسيح المخلص، وإيمان العملي اللي هو متغير يطلع وينزل تبع الظروف، ده هنقدر نفهم الجزء ده بصورة واضحة جدا يا سيجو. الرب يخليك ويباركك أسيس. دكتور دايما أقول لك أسيس، بس أنت صدقني خدمتك أكبر من أسيس. الرب يباركك دكتور. طيب معنا ابن الرب من ملبون، أهلا وسهلا أخي ابن الرب، تفضل حضرتك معنا على الهواء. اهلا بيك، اشكرك طبعا المداخله. طبعا انا بتكلم عموما عشان اشكر كل المختصين وحضرتك ودكتور ناجي والدكتور، لكن هو طلب ورجاء معلش، لان قد ايه بنعتز بالقناه والخدمه بتاعتكم. لكن بعض الناس بيعملوا مداخلات يا سي جون، بياخدوا وقت، يا ريت بيسالوا سؤال ويسكتوا، لكن بيفضلوا يردوا على السؤال وياخدوا البرنامج على حساب المتكلمين، واحنا بنبقى قاعدين مش عارفين نعمل ايه، فرستريتد. فانا طبعا من الناس المحبين للقناه وبدعمها دايما، لكن انا متحفظ ان اقول اسم عشان ما حدش يزعل، ربي زي الاخت اللي بتاعت نهال انجلترا دي، في كل القنوات بتتكلم، في كل المحطات، في كل البرامج، بتضيع وقت كتير قوي، مع احترامي ليها ومحبتها، انا عارف ده محبه، لكن لازم طبعا في ناس بتتفرج، في ناس ثانيه عايزه تتكلم،
ويا ريت تاخدوا الموضوع ده وتناقشوه مع الباشمهندس صمويل، اللي اي حاجه بتزيد عن الوقت المحدد ممكن انتوا بحكمتكم وطريقتكم اللطيفه تقدروا تظبطوها. الرب يباكك، الرب يباكك. نقطة يعني مفيدة جدا. يعني أنا دائما بفضل إنه أقصر كل شيء، بس أحيانا بيكون في موضوع مثل ما بيقولوا بيفرض نفسه، لكن برضه بنعمة الرب. أنا أتصور الأخت نهال كمان عم تسمعنا، بلكي بتقصر شوية أمين، بس هي عندها مداخلات رائعة جدا، والأسئلة اللي بتحطها حلوة جدا، لكن برضه كمان لازم مثل ما بيقولوا نراعي وضع البرنامج. أمين. الرب يباكك يا محبوب، مع إنه كنت حابب أعرف من حضرتك. كنت حابب أعرف من حضرتك، بس الرب يباكك. أمين. ربنا يخليك. الرب يحفظك يا محبوب، وشكرا لتعضيدك وتدعيمك لعمل الله، إن كان صلاة أو دعم مادي. نشكر ربنا من أجلك. ربي يكون معك. أسيس نبيل، التلاميذ كانوا شافوا المعجزات، كان الرب يسوع عامل قدامه المعجزات، اشباع الجياع، اشبع بالالاف، لسه فريش يعني من خلال مثل ما بيقولوا يعني خمس ارغفه وسمكتين، يعني اشبع بالالوف المؤلفه للرجال ونساء واولاد. لكن اللي بيحيرني، طب ايه اللي يعني خلينا نفسرها للبعض، ايه اللي ممكن تقول للشخص ما هذا شاف معجزه قبل شويه، يعني المسيح مسك هالخمس خبزات شكر كسر وزع والناس كلها أكلت وفضل عنهم، طب إزاي أنا بعد شوية بطلع بالسفينة بهوج البحر بشوف خيال ظنوا المسيح خيال طار إيماني أو أنا اضطربت، إيه الموضوع ده؟ يعني هو بكل بساطة الإنسان يفضل إنسان، الإنسان إنسان مهما كان بدون نعمة الله. عايز أقول حاجتين. أول حاجة أنه طبعاً الأحداث دي كلها حصلت، صحيح الرب يسوع معاهم وجهاً لوجه وشافوا أعماله وإمكانياته ومعجزاته وتعليمه، لكن لسه ما كل ده قبل يوم الخمسين اللي حل فيه الروح القدس، اللي امتلوا فيه الرسل والتلاميذ بالروح الله القدوس. دي نقطة حلوة. وصاروا من اللحظة دي وصاعد صاروا جبابرة بأس. حلو. من النقطة دي يعني سبطها. فمهما كان ما قبل يعني يوم الخمسين نلتمس لهم العذر شوية، لأنه كانوا لسه لم يمتلوا بالروح القدس، والرب يسوع نفسهم قال لهم يعني إن ما كنتش أنا أصعد مش هينزل الروح القدس. وبالضبط حصل زي ما قال، صعد الرب وأرسل الروح القدس اللي سماه الروح المعزي، اللي قال لهم بعد كده هيعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، هيشحنكم بقوة من الأعالي وستنالون قوة زي ما قال الرب متى حل عليكم الروح القدس. فدي نقطة مهمة. لكن الحاجة الثانية برضو ما يخفاش علينا أنه برضو الإنسان حتى الممتلئ بالروح القدس برضو بيمر عليه أوقات لحظات ضعف، لحظات خوف، لحظات شك، ولا سيما لما بنواجه أمواج عاتية. أنت عارف أسيس، يعني إذا بتسمح لي أطر الجو شوية، أنا زرت الأراضي المقدسة من كم سنة، وشفت المنظر ده، يعني اختبار بسيط كده بحب أشارك بيطر الجو شوية. لما رحنا الأراضي المقدسة، رحنا نزلنا في أوتيل بيطل على بحيرة طبرية، البحيرة اللي حصل فيها الحدث ده. وحبيت تمشي على المية ولا؟ بس طلعت في البلكونة كده، المكان الأوتيل عالي وبيطل على البحيرة، وشايف الضفة الثانية من البحيرة. البحيرة على فكرة مش ضخمة قوي، يعني مش إنه محيط وبحر وكده، يعني تشوف من هنا لهناك تقريبا يمكن تقول 4-5 كيلو تقريبا، يعني شايف الضفة الثانية من البحيرة. هي بيقولوا تقريبا هي حوالي 8 كيلومتر او 8 مايل يمكن. صدقني الحته اللي انا كنت فيها يمكن بتوسع وبتضيق، لكن الحته اللي انا كنت فيها في الاوتيل دي كانت تقريبا اقدر اقول تقريبا حوالي 5 كيلومتر، شايف الضفه الثانيه. وبيني وبين نفسي ابتديت يعني اتخيل كده، اخذني يعني زي ما تقول الخيال، وقلت واو انا واقف قدام مكان مقدس، البحيره دي حصل فيها احداث كتير في الكتاب. لكن الشيء اللي استرعى انتباهي انه حته البحيره دي يعني لا محيط ولا بحر،
امواج عاتيه وفي مكان تاني بيقولوا له راحوا يقوموه، قوم يا معلم ان اما يهمك اننا نهلك قد كده الدنيا يعني خربت في حته البحيره دي. لو في المحيط انتوا كنتوا عملتوا ايه بقى لو في قلب المحيط يعني؟ طب انا ما رحتش على 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 البلاد دي، بس اكملك السؤال بس لك هتتقلنا لانه انا ما رحتش ما شفتها. طيب. بس انا قارئ عنها انه هي تقريبا جاي كانه في نوع من شروق هواء بين الجبال وبيطل على البحيره وبيحرك فيها المشاكل دي. هو مظبوط يعني ورا الضفه الثانيه بتشوف تلال، بتشوف تلال الهواء يمكن بين، انا ما شفتهمش الان. الشيء الملفت يعني انه انا وبين نفسي قعدت اتساءل يعني هل معقول حته البحيره دي يحصل فيها كل العاصفه الجباره دي اللي كانت هتموتهم والرياح العاتيه. ف يعني اخذت كده بيني وبين نفسي ورحت نمت بالليل. وإلا صدقني أمام الله حوالي الساعة 3 الفجر 3:30 كده صحيت وصوت مريح عاتية يا إلهي بتخبط في الشباك مرت بين الجبال عليكم كأنه الرب كأنه يعني بيجاوبني على تساؤلاتي في نفس الليلة في نفس الليلة. قمت الساعة 3:30 في الهزيع الرابع من الليل في نفس التوقيت ده في نفس الليل وشفت الرياح وطلعت بس طلعت على البلكونه ما قدرتش اقف من شده الرياح العاتيه امواجها بتطيرني من فوق البلكونه. ده فازل لازم نعذر بطرس نحن فقلت يعني كانه سبحانك يا رب يعني في نفس الليله جاوبتني على تساؤلاتي انه البحيره دي فعلا الامواج دي امواج ما كانتش سهله، امواج فعلا عاتيه، امواج خطره ويعني هزتهم هز. هل فينا نقول ايضا انه كانه البحيره نقصت ميتها شويه، يعني عم شرينكينج بسموها عم تتقلص الماء كان قبل يمكن في مياه اكثر؟ صدقني ما اعرفش يعني التفسير والتحليل العلمي ما عنديش فكره، لكن قدام عيني انا سمعت انه عم يشيلوا منها كثير ميه ربما لكن اللي عايز اقول من الناحيه الروحيه الكتابيه المغزى والمعنى الروحي لقيت انه فعلا يا جماعه الموقف اللي مر بيه التلاميذ في الوقت ده وبطرس كان فعلا موقف رهيب ومرهب ومرعب يعني فما نستهنش بيها. فيمكن عشان كده يعني فعلا حسوا بخطوره الموقف وصرخوا للرب وبطرس بقى عارفين بقيه القصه. هنا بقى النقطة يعني النقطة مربط الفرس انه بطرس شاف قدام عينيه الرب يسوع ليه كل المجد ماشي على المية وكأنه المية صارت solid ground يا أسيس كأنه المية صارت يعني سطح جامد وشاف المنظر ده اكيد اتحرك في اشواق كده انه نفسي اعمل زيك يا رب نفسي يعني اختبر اللي انت مختبره ده. فالرب اداله الفرصه قال له تعالى حبيبي تعالى عايز تمشي على المايه معايا تعالى يلا get out of the boat and come with me. واداله الرب الفرصه دي وحط رجله وابتدى يمشي على solid ground في المايه على أرضية صلبة بس كأنه بينه وبين نفسه مش مصدق is this really true يعني هل مظبوط أنا على المية بخبط كده على الأرض وأرض جامدة والريح يمكن والأمواج والموقف الرهيب يعني was overwhelming زي ما بيقولوا كان يعني ساد عليه وبقى أكتر من أنه يقدر يستوعب يعني. ففي لحظة من اللحظات في اللحظة دي ابتدى يبص للمية والرياح والموقف ده كله ويمكن الدنيا ظلام كمان عتمة كل ده it was too much for him. فعشان كده شك وابتدى يحس وبمجرد ما نزل عينه من على الرب يسوع وبص على تحت وعلى الرياح ابتدى يغوص. آمين الرب يباركك يا محبوب. دكتور ناجي يعني طبعا سمعت حضرتك كل التفاصيل، بتحب نتابع قليلا عن موضوع تعريف الإيمان شوية زيادة بعدها؟ يعني حضرتك شرحت لنا نقطة حلوة إنه الإيمان اللي بناخده للخلاص هو كله متساوي كما حضرتك قلت، لكن في الإيمان اللي هو لازم يكون فعال في حياتنا اليومية. بس مثلا بولس الرسول عرف الإيمان بعبرانيين 11:1 بيقول وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لم ترى بعد، يعني لم ترى أو بمعنى ما شفهاش بمعنى. فبتحب تتابع شوية بهالموضوع أو ننتقل على نقطة ثانية؟ عندي سؤال ثاني أنا إذا بدك صغير بس عن الإيمان، لأنه مرات بنستخدم كلمة الإيمان بطريقة غلط. نعم. بمعنى أن الحاجة اللي هي مش قادرة أجيب لها تفسير أو نخدها بالإيمان، لا، هي الحكاية مش كده خالص. الإيمان المسيحي مبني على حقائق. نعم. مبني على أصول.
ففي ثلاث أنواع من الإيمان. الإيمان العقلي اللي هو مجرد أعرف حقائق تاريخية، إنه المسيح جاء من حوالي 2000 سنة. طب ما أنا ما بكتب التاريخ كل يوم بعترف بمجيء المسيح من حوالي 2024 سنة. ده معرفة، لكن المعرفة دي مش قادرة إنها تغير حياتي. في ممكن الإيمان يكون ممتزج بمشاعر كمان، فمكتوب إنه الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يعني بيصدقوا في وجود الله. فالشياطين ما هيناش ملحدة. فاكر لما الرب يسوع كان بيخرج الشياطين وقالوا له لماذا أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ فهم بيؤمنوا بوجود الله، بس الإيمان بوجود الله بس مش كفاية. حتى إنهم يقشعرون بيخافوا منه برضو، ده مش كفاية. الإيمان العامل بالمحبة بقى هو ده الإيمان الفعال اللي لازم يكون فينا كلنا. الإيمان ده بيغير، بيمسك العقل، بيمسك المشاعر، بيمسك الإرادة. ولما الثلاث حاجات دول أقدمهم للرب، ساعتها بقدر أعيش حياة الإيمان المسيحي المظبوط. فالإيمان مش معميات، والإيمان مش كلمة هلامية كده ملهاش معنى. لا، الإيمان ده عنصر أساسي في حياة المؤمن وفي حياة كل الشخص، إنه يكون عنده الثقة بما يرجى والإيقان. يعني فيها إيقان، في يقين، مش يعني يا ترى تحصل يا ما تحصلش، مش كده خالص. ده مبني على طب حقائق زي ما دكتور، قلت، دكتور لو قطعت تاريخية حضرتك، ومعلومات الحقائق لو سمح، وحقائق علمية أيضا. لو سمحت حتى يعني خليني انا اسالك، لانه هذا السؤال متعلق بالموضوع، اين دور الله في هذا الموضوع بالذات؟ يعني انا اخذت الايمان اللي هو الايمان المرتبط بموضوع الخلاص، بس هل الله في المسيح له دور ايضا في هذه الناحيه؟ لانه في ناس كثير يتفاوتون، ليش ربنا ما بيعطي كمان بالتساوي الايمان للجميع، الايمان العامل بالمحبه مثلا؟ تفضل. بس ده مرتبط بالمواهب بقى. الله بيعطي وزنات مختلفة لناس مختلفة. نعم. فالناس المختلفة دي لما بيديله وزنات أكتر بيطلب منه أكتر، وده شيء منطقي جدا. نعم. ففي حياة الإيمان العملي هنلاقي فيه درجات مختلفة. يعني أنا كنت بقرأ قريب في رسالة الرسول بولس لكورنثوس، وبيتكلم عن الضربات والآلام والمشاكل اللي عدى بيها والخدمة اللي عملها. دي موهبة خاصة، دي حياة إيمان بمستوى عالي جدا. فاللي عايز أقوله إن الإيمان في حياتنا مش لازم نبص على اللي حوالينا، كل واحد running his own race، يعني نجاهد في الجهاد الموضوع أمامنا. فالرب حط مواهب وقدرات للإيمان العملي بقى مختلفة من شخص إلى آخر، وعلينا إن احنا نتحرك بالطريقة اللي الرب عايزنا نتحرك بيها علشان الإيمان العملي ده يظهر بصورة واضحة للناس. يعني بس حتى نخلص النقطة دي، يعني حتى موضوع الإيمان الأقدس عفوا المسلم مرة للقديسين الذي هو التعليم المسيحي، يعني فينا نشرحها قليلا بسرعة، لأنه هيك نحن دخلنا على خط توسيع الأمور دي. تفضل. التعاليم علينا إن احنا نلتزم بكلمة الله، حلو. فهي اللي فيها كل إعلان الله. فالله أعلن نفسه في الخليقة، وأعلن نفسه في الكلمة المتجسد والكلمة المكتوبة، نعم، اللي هو الكتاب المقدس. وعلينا إن احنا نلتزم ونقرأ ونفهم الكلمة المكتوبة. نعم. لما ناخد التعليم الصادق ده هيساعدنا في الحياة العملية. فكل ما أقع في مشكلة هلاقي إنه في reference point، في نقطة مركزية محورية ومرجعية تخليني أرجع مرة ثانية عشان أقوم طريقي وأمشي مظبوط تاني. ده الإيمان العملي اللي بيقوده كلمة الله، لأنها مكتوب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وكان بابا بيقول لي هي سراج على قد الخطوة اللي جاية، وبعديها الخطوة اللي بعديها محتاج نور تاني تاخده ونور تالت، ويمشي المسار بهذا الشكل. حلو حلو، الرب يباركك دكتور، نشكر رب لأجلك. معنا الأخت نهال، الرب يباركك أخت نهال، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي حضرتك معانا. حب حضرتك وباحلى واغلى قدام حضره الاسيس الرب دكتور ناجي، واللي بالفعل ابدعوا في تقديم كلمه الرب وفتحوا نفسنا على الايمان العامل. امين. زي ما سمعنا الترتيب المنطقي الرائع، نعمه ثم ايمان ثم اعمال. نعم. وعمر ما كان الايمان مجرد كلمات، لكنه توبه حقيقيه وتغيير مسار. امين. فالرب يكافئكم. وانا عشان وقت البرنامج هقول، هدخل في السؤال بتاعي، لو قلت ان عدو الايمان الاول
هو الشك. نعم. وواضح ان الرب يسوع ما كانش عاجبه هذا الشك، بدليل انه قال لبطرس صراحة: لماذا شككت يا قليل الايمان؟ بمعنى ليه عملت كده؟ واحنا كلنا عارفين انه في قول مشهور بيقول انا اشك اذا انا موجود، بمعنى انه لو ما شكتش يبقى كأنك عايز تقول ان الرب مديني مخ وانا ركنه على جنب ومش مستخدمه. وبالذات احنا كخدام بنقول لاخواتنا المسلمين لا تستسلم للمسلمات، لكن ابحث ونكش بنفسك اي شك فيما استلمته. أمين. طب السؤال ليه بقى ما نطبقش نفس المبدأ على المعلومات اللي جاي لنا من المسيحية مثلا؟ هل مسموح لي انا كمسيحية اني اشك واسأل ولا ده ممنوع؟ وبالنسبة لحضرة القسيس نبيل لما قال السيكونس أو المتتالية بتاعت نعمة ثم إيمان ثم أعمال، طب ما كل الأديان يا حضرة القسيس بيطبق عليها نفس الكلام، فنفسي أعرف نوعية الإيمان المطلوب مني بالضبط، لأنه حتى الشياطين نفسها بتؤمن وتقشعر. وآخر حاجة ردا على ابن الرب، أنا بشكر محبتك بس أنا صدقني مش قصدي خالص أضيع وقت أي برنامج. لا أنا عارف عارف، بس إنه إذا فينا نقصر يا ريت. بس أنا بتقمص شخصية المشاهدين بالذات إخواتنا المسلمين اللي بحبهم من كل قلبي، ونتيجة مقابلاتي وكلامي معاهم دي بتكون أسئلتهم، فبشكرك حتى الأسيس وإبن الرب أكيد بتسمع الضيوف اللي أنا بسألهم إزاي بيشكروا الله من أجل إثراء الموضوع بالنقط اللي بثيرها. وعموما الرب يبارك. آمين. الرب يباركك يا محبوبة، شكرا. أسيس نبيل، سمعت التعليق اللي قالته الأخت نهال، نقطة حلوة إنه أنا يعني لماذا لا أطبق نفس المبدأ بالنسبة للشك لأنه المسلم ممنوع يشك. نعم خلاص أنت كده، هي مسلمات. نعم نعم. الشك في حد ذاته مش مصيبة كبيرة إذا هيقودني إلى إني أعرف أكتر وأقترب أكتر للرب. توما على سبيل المثال شك، وشكه قاده إلى عمق إيمان أكتر، وكمان هو ما كانش عارف هيقرب أكتر، بس هو لأنه أيوة شك. بس عايز أقول إنه مش كل شك في حد ذاته مصيبة أو خطية أو شر، لأنه في أنواع من الشك بتقود إلى اليقين. زي ما بيقول المثل اقطع الشك باليقين. فممكن الشك يؤدي بيك إلك إنك أنت تبحث أكتر وتتعمق أكتر، وبالتالي ترتكز أكتر في إيمانك مع الرب. الرب على فكرة ما عندوش مانع أبدا إن احنا ناخد وندي، هلما نتحاجج يقول الرب. الرب ما بيقولش يعني سوري يعني اسكت اصمت يعني شات اب خلاص انا قلت كده اقملها بلا زمان. لا تعالوا نتحاجج، تعال قول لي عايز تقول ايه. وكان مع ابراهيم خليله، كان ياخد ودي ويتحاجج ويفتح له قلبه، وياخد ودي مع موسى، وياخد يدي مع رجال الله على عبر العصور. ربنا قلبه مفتوح لأي واحد فعلا نفسه يعرف، وحتى وإن كان يعني في نوع من عدم اليقينية والشك. ما هو يعني حتى لو بطرس يعني الرب صحيح وبخه قال له لماذا شككت، لكن ما فصلهوش عن الشركة معاه، بالعكس ده قال له يعني انت زي ما قلت من شويه حضرتك انه انت لسه شفت المعجزه وشفت وانت مشيت برجلك على الميه، وكانوا رايحين على معجزه تانية بالضبط، يعني قبلها وبعدها ونصها معجزات في معجزات ونصها فيعني الرب بيطول باله عليه. وعلى فكره بطرس اكيد كل الحاجات دي يعني اتحفرت في ذاكرته، حفظها وبعد كده حفظها. كتب عنها كتير، وبتكلم عن ثباتنا في الايمان وفي النعمه، وبتكلم عن الكلمه النبويه وهي أثبت. يعني يا جماعة حلو إن احنا كمسيحيين عندنا الرب ميزنا بامتياز وشرف ويعني نشان إنه نحن نروح نتحاجج مع الرب، نروح نفحص زي أهل بيرية يا جماعة كانوا فاحصين للكتب. مش كل حاجة كان بيقولها بطرس كانوا بيبلعوها وخلاص، بولس كانوا بيبلعوها وخلاص، كانوا بيروح يفحصوا الأمور في البيت، هل هذه الأمور هكذا؟ فحلو إن احنا نتساءل. عندنا هوم جروب بايبل ستاديز، عندنا تشيرش بايبل ستاديز، عندنا جلسات صلاة، جلسات دراسة. حلو ان احنا نتفاعل مع كلمة ربنا. حلو، انا بحب الناس اللي بتحب تسأل. عندنا واحدة في الكنيسة يعني عبارة عن كتلة أسئلة. احنا عندنا كيف ما فيش قاعدة الا ما بأمانة يعني يمكن اقول لك 20-25 سؤال في جلسة واحدة يا الهي. فيعني مليان بس يعني ما بتخلي غيرها يحكي يعني
يعني I have to control her شوية، بس بقول لها عارفة I love your heart، لأنه فعلا عايزة تعرف وبتقتنع، مش إنه بس كده جدل وخلاص يعني عقيم، لكن بتقول لي آه شكرا فكر يعني بشكرك وضحت وربطت دي مع دي يعني فاهم. فحلو الرب بيحب القلب الشغوف المتسائل اللي أوقات ممكن يقول له رب لا سوري يا رب أنا مش فاهم، ممكن يعني مش شك، مش ان انا بنكر وجودك يا رب، لكن انا شاكك انه فعلا هل ده يعني يمكن في اشياء غامضه ليا وانا محتاج افهمها اكثر بالضبط، غير يعني مش بالضروره شكوك انه الله مش موجود لا لا، شكوك يمكن في المساله دي مثلا بالضبط، ولا انا غلطان. اعتقد انه يعني زي ما قلت الرب عارف القلب وحاس، وواحد زي مثلا زكريا، بتتذكر زكريا ابو يوحنا المعمدان يعني سأل سؤال مش 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 حلو شويه لما جاله الملاك بالرساله بتاعت انه مراته هتحبل بيوحنا المعمدان، وسأل سؤال طب كيف اعرف انه يعني هيكون هذا، يعني في سؤال صعب شويه لانه الموضوع صعب، فيمكن تطاول شويه عشان كده الرب يعني قال الملاك خليه يصمت لغايه لما يتحقق. على النقيض مريم العذراء في نفس الاصحاح لما جاها السؤال البشاره عن مولد ابن الله القدوس ما قالتش كيف اعرف، لكن قالت كيف يكون هذا، كيف يكون هذا، يعني السؤال مختلف شويه، مش عم تشك بس هي بدها تفهم ازاي، ما انا لاني لست اعرف رجلا لم بالضبط يعني الزواج يعني نكون في بيبي لازم يكون رجل وامراه، طب انا لم اعرف رجل هاو كانت بي ازاي، ف قوة العلي تضللك الى ما شرح لها ووضح لها الرب. ف يعني نشكر ربنا احبائي، الايمان المسيحي ليس ايمان اصمت واقبل زي ما انت كده وخلاص، واذا فتحت تمك حتموت ما في احكي او يتحكم عليك بحكم الرده والتجديف على الاديان والكلام الكلام الصعب لا ده حلو انه من حقي اسال، من حقك تسال في سؤال في برنامج كده يعني. فنشكر ربنا الرب بيحب يتجاوب يتحاجج معنا. امين الرب يباركك دكتور ناجي. طبعا الأخت نهال كمان حطت نقطة حلوة إنه يعني ما هي نوعية الإيمان المطلوبة مني، ما هو يعني أي نوعية أنا، يعني مثلا نحن تكلمنا عن عدة أنواع بالإيمان بس بسرعة لأنه بدنا ننتقل على النقطة التالية لو سمحت. أنا بس عايز الأول يا أسيس جون أفرق بين حاجتين، الشك والتساؤل. نعم. التساؤل من حقي أسأل على أي حاجة أنا عايز أسأل عليها، ما فيش أي خطأ في ذلك. الشك هو أن أنا مش أصدق كلمة الله، فالمقولة اللي بتقول أنا أشك إذن أنا موجود، أنا عايز أغيرها، أنا أتساءل لذلك أنا موجود. حلو. من حقي أتساءل، من حقي أسأل أي سؤال، علشان كده الكتاب المقدس بيدينا إجابات، وإجابات علمية وإجابات تاريخية، أحط أعمدة قوية لإيماني. والشك احنا دايما نقول توما الشكاك، وعلى فكرة كلمة توما معناها التوأم، واحنا ما نعرفش التوأم بتاعه، عشان انا ممكن احط اسمي يبقى انا التوأم بتاع توما، ده مش غلط حلوة. لان توما ده بالتساؤل بتاعه كانت النتيجة ان عندنا دليل اكبر على قيامة الرب يسوع وعلى اثار المسامير والحربة في جنبه. فده الحقيقة مهم جدا في الايمان المسيحي، التساؤل مفتوح للآخر 100%. الشك هو أني أنا مش هصدق كلمة الله، وده أول سلاح استخدمه الشيطان في جنة عدن، أحقا قال الله، ولازال بيستخدم معانا هذا السلاح لحد دلوقتي في القرن 21، يقول لنا أحقا قال الله، ما تصدقش كلام ربنا، بيدينا صورة غلط عن ربنا، فإحنا لازم بالتساؤل نصلح الصورة الغلط دي علشان نعرف الصورة الصح ونؤمن ويكون إيماننا قوي. الرب يباركك. طيب بالنسبة لموضوع يعني كيف أتغلب على الشك، إذا بدي أنا أتغلب عليه، أنا مقتنع أنه أنا عندي شكوك وأنا بحب ربنا وأنا عارف أنه هو موجود، بس أحيانا كثير بحس أنه لما بدخل بأي أزمة بحس أنه كأنه أنا اتبخر من راسي شوية شوية، يعني الثقة، خلينا نقول الثقة والإيمان أنه ربنا حينجيني، مثل ما عمل داود. داود كان الرب ينجيه باستمرار باستمرار، ومسحه ملك ولازم يملك مكان شاول وكل شيء واضح، لكن هو حضرته بيقول لابد أن يوما ما سأهلك بيد شاول، فأحلى شيء فليس لي خير إلا أن أفلت أن أهرب إلى بلاد الفلسطينيين، وهرب وهناك تمرمر وتزل، ويعني كانت القصة محرجة جدا له. فضل يا محبوب.
طبعا الظروف القاسية احنا مش بنقلل منها على فكرة يا أسي جون، نعم فاحنا بسهولة واحنا قاعدين في الاستوديو وانا قاعد في بيتي هنا في المكتب نتكلم عن الامور الصعبة، لكن الامور الصعبة اللي الانسان بيعدي فيها دي ممكن تكون طاحنة، ولازم نكون حنينين قوي على الشخص المتألم نعم جدا جدا. فمثلا يوحنا المعمدان اللي شهد للرب يسوع ان هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، يوحنا المعمدان اللي سجد للرب يسوع وهو جنين في بطن أمه، يوحنا المعمدان لما اتحط في السجن بالظلم جه ولما بعت تلاميذه للرب يسألهم أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت المسيح المنتظر اللي هيفك لنا المشاكل ولا هنستنى واحد تاني؟ لو أي حد في الدنيا هيشك ما يكونش يوحنا المعمدان، لأنه عنده أدلة قوية جدا، بس الظروف الضاغطة خلته يوصل لكده. علشان كده مهم جدا انه الرب يسوع عمل حاجه في منتهى الجمال، قال روح قولوا ليوحنا على العمي يبصرون العرج يمشون وطوبى لمن لا يعثر فيا، فاعطاله الدليل. فاللي عنده شك احنا محتاجين نقدم له الدليل والدليل القوي. لكن الشيء الجميل جدا يا سي جون كمان انه الرب يسوع بعد كده سأل الجموع وقال لهم بتفكروا مين أعظم واحد اتولد في العالم ده؟ أقول لكم إن يوحنا المعمدان هو الأعظم. فبرغم إن يوحنا المعمدان غير رأيه في الرب يسوع، إلا إن الرب يسوع لم يغير رأيه في يوحنا المعمدان. جميل. وده يدينا طمأنينة إن حتى لما بنقدم شكوانا للرب ونقول له لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لما نقول الكلمات العنيفة دي إلا إنه من محبته بيقبلها مننا. وبعدين بيطبطب علينا ويدينا الدليل، وده اللي انا عايز اركز عليه يا سي جون. الايمان المسيحي مبني على الادله، فيدينا الدليل على المحبه والعنايه الالهيه عشان نقدر نتخلص من الظرف اللي احنا بنعدي فيه اللي هو الظرف الصعب ده. اشكرك جدا، الرب يباركك يا دكتور. واستكمالا للنقطه دي اسيس اذا بتسمح لي، ربنا يباركك دكتور ناجي، كلام في منتهى الاهميه. يعني إجمالا الأحداث اللي بيحصل فيها شك من رجال الله بعدها بيتقوى إيمانهم أكتر، بيرتبطوا بالرب أكتر وبيلتصقوا بالرب أكتر، زي ما قلنا على سبيل المثال توما بعد كده بعد ما أظهر له الرب واداله الدليل زي ما ذكر أخوي الحبيب، ارتبط بالرب أكتر والتصق بيه وخر على ركبه قدام الرب ساجدا وقال له ربي وإلهي. عبارة قوية كانت في منتهى القوة. وهنا بنشوف نفس الشيء بعد الاختبار ده، بطرس مع كل اخواته بعد الاختبار ده نزلوا على رجليهم وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. يعني شايف بعد الاختبار ده، بعد الضغطة اللي دخلوا فيها اللي كان سببها شوية شك، لكن الرب حولها لتمحيص وتزكية لإيمانهم أكتر وقوى إيمانهم وربطهم بيه أكتر. يعني فينا نقول إنه شك شك إيجابي ونقي، ومش مقصود فيه زي ما تقول لتدمير شخصية الله في حياة. يعني في ناس بيشككوك بالله، لكن مثلا لما أنا بشك بطريقة أني أنا مغلوب ربنا بيحن عليا مثل ما سمعنا. بالضبط. بس لما أنا بيجي بشكك الآخر ده أمر مختلف طبعا. أوكي. يس يس. يعني الشك بهدف أنه عايز أفهم، I want to make sense of it، عايز أستوعبها لذهني المتواضع ده، لكن مش جاي انا ب wrong motives، يعني بنوايا شريره، بنوايا سيئه، ان انا عايز ابعد نفسي عن الله وعايز ابعد اخرين عن الله. ده شغل الحياه القديمه اللي عملته مثل الملحد بيجيك باسئله، حواء وادم مثل الملحد اللي هو مش مخلص بس بيجيك باسئله حتى يوقعك. بالظبط. عباره عن جديد بالايمان، اسئله عباره عن يعني فخاخ كمائن، كل الاسئله ملغومه، كلها عايزه تشككك في الرب وفي ايمانك وتفصلك عن الرب. ده مش الشكل اللي بنتكلم عنه. طيب في اخت الرب يباركها، انا طبعا هي بتحط اسمها آية من الكتاب المقدس، اسمها هيك يعني، هي حاطة اسمها كده. بتقول الرب يسوع تعمد وقصد أن يظهر لكل التلاميذ بجسده الممجد بعد القيامة طبعا في العلية باستثناء توما، لسبب استخدام الشك. كأنه المسيح قصد أنه يستخدم شك توما، فتعم يعني كأنه المسيح قصد أنه كأنه المسيح استثنى توما
وظهر للمجموعة عشان يرجع مرة تانية. ليش؟ لسبب استخدام الشك إلى اليقين، يقين الإيمان، بدليل أنه المسيح ظهر مرة أخرى من أجل توما وبحضور كل التلاميذ. ولولا أنه المسيح، يعني المسيح هو الله، هو الله، كيف علم بشكوك توما؟ فالشك هو حالة صحية في الإيمان لأنها توصل الإنسان إلى عمق الإيمان. والدليل أن بطرس آمن بعد الشك، يعني توما آمن كمان أيضا بعد الشك. بالضبط. يعني اللي عم تقول حضرتك الموضوع ده، ربي باكك يا أختي، يعني مش عارف أختي ولا سوري هانجون آية، يعني آية اسم نسائي بس ما بعرف، يمكن شاب ما بعرف. آية في الكتاب، من الكتاب، ربي باكك يا أختي. طيب الـ أنا عجبتني أن نوسع موضوع الإيمان العامل بالمحبة. حطيت عندي هيك بعض النقاط حتى نشرحها قليلا. يعني مثلا برنارد شو، طبعا هودي كتاب ومعروفين، بيقول الأعمال هي التي تؤكد على صدق المحبة، وأما من جهة الكلام فالكل فلاسفة، كلهم بتفلسفوا يعني، أوكي؟ كثر هم الذين يدعون الإيمان ولكنهم أصحاب كلام فقط. يا مناس، عشان هيك يعقوب كتب الرسالة، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. بس طبعا الإيمان هو اللي بسببه بنعمة المسيح أنا خلصت، مش بأعمالي، لأنه أنا لسه جاي خاطئ. فكيف الرب خلصت فريش؟ وإيماني أدى لأعمال صالحة. أوكي. النقطة الثانية، قرأت نقطة حلوة لشخص كان معلقها، بيقول إنه تشارلي تشابلن هو المهرج كان، بس مهضوم كتير كان. بيقول أنا رحت مع أبوي على سيرك وشفنا عائلة قدامنا مؤلفة من كذا ولد وبنت. الرجال الظاهر ما عندوش فلوس كافية حتى يدخل أولاده وعائلته وزوجته معه، عرف من اللي قاعد على الكشك، بيسموه كشك، التيكت مان اللي بياخد التيكت، عرف انه المبلغ كبير، تراجع هيك وانحرج. قام ابوه تشارلي تشابلن حسب ما بيقول الكاتب رمى $20 او جنيه وات ايفر من جايبته وقال له اكسكيوز مي سير، وقع منك الفلوس دول، اعطاه اياها. فشكروا هداك بطريقه مهذبه، شكروا هداك الشخص وعيونه كانه عم تغرورق بالدموع. المهم مشى حاله الشخص ده، أبوه لتشارلي شابلن أخذه بإيده وطلع من الطابور، ما عندوش غيرها. قال بس أنا لما شفت أبوي يعمل هذا الموقف كتير 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 كبر بأبوي بعيني، وأنا افتخرت بأبي ولو ما أني حضرت السيرك يعني. ففي أعمال بسيطة بتأثر بأشخاص كثيرين وبتعطي صورة حلوة عن نوعية الإيمان الساكن فينا. إيه رأيك؟ طبعا يعني أشكرك للمشاركات الحلوة دي حاجات طبعا مودرن، يعني حاجات عصرية. لكن إذا حبينا نرجع لمثل كتابي، قمة مدرسة في الإيمان هو أبونا إبراهيم طبعا. اللي فعلا بين معدن إيمانه بأنه راح عشان يقدم ابنه ذبيحة، امتحان في منتهى الصعوبة، يعني منتهى القمة، يعني امتحان، يعني أنا ما أقدرش أنجح فيه وأنا ما أقدرش، يعني قل له يا رب سمحني مش قادر. لكن فعلا طبعا الرب عارف أنه إبراهيم هينجح، لكن خلاه يجتاز عشان هو نفسه يشوف نفسه بيجتاز وإيمانه يتمحص ويتزكى وينجح في الامتحان وياخد نياشين أبو المؤمنين، نشان قاصر حصري على إبراهيم، لأنه فعلا أثبت معدن إيمانه بأعماله. أي. أنه بطاعته للرب وأنه يعمل العمل الرهيب ده، كان مستعد أنه يضحي بابنه. فالرب عشان كده قال له برافو عليك حبيبي، أنت نجحت وهتكون من اليوم وطالع أبو المؤمنين، وفي نسلك بقى هيتبارك جميع قبائل الأرض، نسلك اللي هو المسيح، بيقول لنا في غلاطية 3 الرسول بولس. فإذن يعني أمثلة الإيمان لازم تظهر بأعمال فعلا. الإيمان لازم يكون بشيء ملموس والناس يقولوا فعلا أنت فيك حاجة مختلفة. إيه، لأنه كثيرون يتبجحون أنه هم بس حياتهم على في أرض الواقع تخالف الأمر تماما. يا سلام يا أسيس، في أشياء فعلا مشينة لناس بيدعوا الإيمان، وحدث ولا حرج على صفحات التواصل الاجتماعي. كل واحد بيدعي أنه هو علام في الكتاب، وبيكتبوا يعني بيعكوا عك عك عك، يعني بقول اللؤم لؤم، الحسد حسد، النميمة نميمة، الطعن والتشهير، يعني بقول يا رب. لكن إنسان الله لا يخاص، إنسان الله لا يخاص. يا رب ارحم. طيب أشكرك جدا يا محبوب. دكتور ناجي، هل الإيمان مبني على الافتراضات؟
يعني بدنا نوسعها قليلا كفكره، يعني موضوع الايمان مش سهل، هو متعدد الجوانب. بس اذا بتحب ايضا حضرتك تضيف على اشياء نحن بحثناها قليلا يا ريت لو سمحت. تمام. هو الايمان مبني على اسس، على قواعد قويه جدا. نعم. فالايمان المسيحي، انا ده الايمان اللي انا بتكلم عنه، الايمان المسيحي مبني على تحقيق نبوات العهد القديم في المسيح مثلا. نعم. دي اتكتبت مئات السنين قبل ما تحصل. فمثلا لما بيتكلم انه المسيح هيدخل الدخول الانتصاري لاورشليم في زكريا، ممكن الناس تقول لك ما المسيح ممكن يألف الحكايه دي ويعمل المنظر ده بناء على انه قرا النبوه دي، فبيحاول يحققها بصوره انه يعني مانيوفاكتشر كده، بيصنعها. لكن تعالى خد نبوه مثلا زي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون بمزمور 22، دي ما يقدرش المسيح يصنعها لانه هو مصلوب على الصليب، فمش بيقدر يتحكم في الاحداث اللي بعديها. نبوات كتيره قوي 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 اتحققت في الرب يسوع، ده بيخلي ايماني المسيحي مبني على حقائق، مش مبني على افتراضات وهميه، مبني على نقطة بداية. نقطة البداية دي في منتهى القوة، لأنها مبنية على الصدق التاريخي والصدق العلمي لكلمات الكتاب المقدس. ودي المنطقة اللي الرب مثقلني بيها زي ما أنت عارف يا سي جون، عن العلم الحقيقي اللي يحتاج إلى واضع للقوانين عشان أكتشف القوانين. الشخص الملحد كل اللي بيؤمن به أن الصدفة العشوائية والزمن ملايين السنين هي دي اللي ممكن تكون أي حاجة، وده مستحيل علمياً إنه الصدفة العشوائية تكون جسمنا المعقد ده. فبالصدفة ممكن عين تطلع لي قدام وعين تطلع ورا لأنها صدفة، لكن التصنيع الإلهي عامل العينتين بطريقة معينة وليهم نظام في المخ عشان يستقبل الصورة ويفهم الصورة وهكذا. فاللي عايز أقوله، إيماننا المسيحي مبني على حقائق، على أساسات. عشان كده لما تيجي الرياح تهزه نرجع للأساسات مرة تانية، بنلاقي الأساسات دي ثابتة وقوية جدا جدا. طبعا ده موضوع كبير قوي يا سي جون، لكن العنوان الكبير بتاعه إن الإيمان المسيحي مش مبني على افتراضات وهمية، لكن مبني على حقائق كتابية تاريخية علمية أقدر أستند عليها وأرجع عليها وأحس بالثبات الإيمان المسيحي. طيب إزاي نفسر كلمة أو عبارة قالها بولس الرسول الإيمان ليس للجميع؟ هل بمعناها أنه الله حرم البعض أنه يكون له هذا الإيمان، أو هذا الأمر مسؤوليتي أنا كإنسان، مسؤولية بشرية يعني؟ لو سمحت تفضل. هو العبارة دي ممتازة أن حضرتك تذكرها، لأن معناها الإيمان ليس في الجميع، يعني مش ليس جميع الناس مؤمنون في الوقت الحالي. نعم. ده معنى الآية دي. نعم. مش ما حدش هيقدر يقف قدام الله في يوم الدينونة ويقول له كان نفسي يكون عندي إيمان وانت ما عطتنيش. اوكي. ده مستحيل. يعني أوكي. الله معناها الله ليس تفضل يا معناها الإيمان ليس للجميع، يعني ليس جميع الناس مؤمنون. ده معناها ليس في الجميع، مش معناها يعني. مش معناها انهم اتحرموا من الإيمان. هم بقرارهم انهم ما امنوش. طيب، فمش ربنا عايز يديهم وهم ما خدوش. اوكي. طيب أوكي. حضرتك يعني عارف انه في ناس كثير عندهم نظريات، يعني ممكن في شيء اسمه يفهموا موضوع الاختيار بطريقه صعبه شويه، انه الله اختار والباقي اغلق عليه. ففي يمكن في ناس بيقول لك خي اذا انا ما مش عاطيني الرب هالبركه معناتها انا راحت علي. فهل فينا نقول انه يعني الله انه يريد أن جميع الناس يخلصون، بس لأنه البعض في ناس بيفسر لنا إياها بيقول لك لا مش جميع الناس، جميع الناس المختارون الله يريدهم أن يخلصوا، لكن مش كل الناس هم من المختارين، وبالتالي راحت على الباقيين لأنه الله بسلطانه عارف وهو اختاره خلاص وهو قرر. هل فينا نقول أنه هاي النظرية هي قدرية، يعني كأنه فكر القدر القدرية مثلا، وبتحرم الناس من أنه يتفاعلوا مع الله ويتفاعلوا ويتجاوبوا مع نعمة الله إلى ما هنالك؟ ده كمان فكر مش موجود في الكتاب المقدس. نعم. على فكرة خليني أوضح النقطة دي لأنها مهمة جدا. نعم. في رومية 8 الله اختارنا فيه لنكون مشابهين صورة ابنه. نعم.
فالذين اختارهم عرفهم بررهم مجدهم، تمام؟ نعم. فالاختيار هنا ان احنا نكون مشابهين صورة ابنه، هذا الاختيار متاح لكل الناس، لكل الناس، لكن اللي بيقبل هو اللي بيستفيد من هذا الاختيار. الله، خلينا نفرق بين حاجتين، علم الله السابق وده حاجة فوق مستوانا، وحرية الإنسان في الاختيار. وحرية الإنسان في الاختيار حرية كاملة، وإلا ما نقدرش الله يحاكمنا بالمرة، لأنه ما حدش هيقف قدام الله يقول له كان نفسي أكون من المختارين وأنت ما اخترتنيش. ده كلام يعني صح. يعني ممكن نقطة تانية لما بيقول إن الرب اختار يعقوب وأبغض عيسو، يس، ده اختيار على أن يجي من نسله المسيح. نعم. مش بيتكلم عن حياته الأبدية. يه. مش بيتكلم عن خلاصه الأبدي. يعني بيتكلم على أن الله اختار يعقوب، أن من يعقوب يأتي نسل المسيح حسب الجسد، ما اختارش نسل عيسو، ده هي اختيار الله. فإذا حضرتك استخدمت لا يرحم عيسو ويؤمن بالله. اوكي، حضرتك استخدمت رومي 8 ونقطة حلوة، يا ريت كمان نسمع من حضرتك لو تأخرنا قليلا على الأسيس نبيل بنعوضها عليه بعد شوية. لما بيقول برومي 8 بيقول إنه لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، والذين سبق فعرفهم وعينهم فهؤلاء دعاهم، والذين دعاهم هؤلاء بررهم، والذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا ليكونوا مشابهين صورة ابنه. طيب، هل فينا نقول إنه الكلام الموجود هنا سبق فعرفهم، أي بمعنى فينا نقول إنه مثل ما بيقول البعض هو عرفهم أنه حيتوبوا فاختارهم، وعرف الباقيين مش حيتوبوا فلم يختارهم، أو العكس؟ فضل. أنا لا أؤمن بذلك يا سيد جون. أنا لا أؤمن، بس أنا عم حاول أوضح الفكرة. يس. يا بص حضرتك، الله ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة، لأن الله خارج الزمن. حلو. إحنا في الكرة الأرضية، الأرض بتلف تعمل يوم تعمل سنة، تمام، حوالين الشمس. فعندنا امبارح والنهاردة وبكرة. الله خارج المجموعة الشمسية، فما عندوش امبارح وبكره وبعده خالص. عشان كده سبق فعرفهم، لان الله كل اعماله مكشوفه في نفس الوقت. لكن زي ما بقول، الاختيار هنا لنكون مشابهين صوره ابنه. عشان نكون مشابهين صوره ابنه لازم شويه حاجات تحصل، انه يدعونا، يس، وان احنا نستجيب، وانه يبررنا، لان احنا مش هنكون مشابهين صوره ابنه واحنا مش مبررين. نعم. واللي يبررهم هيقدسهم، واللي هيقدسهم هيمجدهم عشان تكتمل مشابهين صورة ابنه. فالاختيار هي خطة الله لخلاص الإنسان، وهي معروضة على الكل، ولكن علي أنا إن استقبلها. عارف زي إيه يا أسيس جون؟ زي المثال اللي قلته في البداية، الهواء اللي بنتنفسه ده مهم جدا عشان نعيش، لكن ممكن أن أنا أقفل الأنف بتاعي وبقي وما أقبلش نعمل الهواء ده، هموت. فالحل انه الله اعطى محبته للجميع، لكن احنا اللي لازم نستجيب. في مثال جميل قوي قال واحد اسمه وارن ويرسبي، قال لك نفس الشمس اللي بتدوب الجليد هي اللي بتجمد الطينه. فلو عندنا مجموعه طينه ومجموعه جليد وعرضناهم لنفس الفاكتور اللي هو الشمس، في واحد هيدوب، واحد هيتجمد، واحد هيستجيب، وواحد تاني هيتقسى قلبه. فدي ده موضوع الاختيار حسب ما أفهمه الحقيقة. رائع جدا يا دكتور ناجي، رائع جدا جدا جدا. يعني حياة عم تعطي تشابيه حلوة كتير. الرب يباكك، مشكورة من أجل أسيس نبيل كمان اللي فعلا كمان كفى ووفى. طيب أسيس، أنا عندي بعد نقطتين إذا بتحب، أو تتحب تقول شيء بالإضافة. يعني إذا ممكن بس بزموها فوت نوت، يعني يس كده. يس. تعقيب ملحوظة بسيطة. طبعا موضوع الاختيار ده موضوع واسع، مش هنقدر نلمه دقيقتين ثلاثة. أسيس إذا حضرتك بتعرف، الدكتور ناجي بيعرف، يعني رحنا لرومية 8 اللي شفنا. لأن في ناس كتير بيقول لك يا خي أنا ما عنديش الإيمان، وأنا زلمي، أنا لو ربنا تعامل معي معلش. عايز أقول إنه بالارتباط برومية 8 في رومية 9 كمان جت بعدها مباشرة، اللي فيها الكتاب بيقول لنا بكل صراحة إنه في آنية للكرامة وآنية للهوان، دي ما نقدرش نهرب منها. وانطلقنا من أفسس 2 اللي فيها عرفنا إنه الله ما كانش استحسان مننا ابدا، ما كانش في اي فينا اي حاجه حلوه جذبته لينا خلته يدينا الايمان. في حاجه اسمها اختارنا في المسيح يسوع قبل تاسيس العالم في اصحاح 1، نفس الرساله.
والرب يسوع قال عبارة في منتهى الأهمية، لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، بس هذا اختيار للخدمة، اختيار للخدمة. نعم. وتكونوا شهود للعالم. طيب. وفي بس أسألك سؤال حتى توضح لنا النقطة، خلصت ولا لا؟ لا لا لسه. طيب. هربطها بس يعني وهختم في دقيقة واحدة لو سمح. والرب يسوع قال عبارة برضو مهمة، أنه ليس أحد يقدر أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب. ففي جانب في الكتاب بيتكلم عن سيادة الله، سلطان الله، هيمنة الله، وده من حقه، من حقه، ما نقدرش نسلب الله من سلطانه من سيادته. لكن الخط الموازي لهذا يعني عشان الفكرة تكتمل، في خطين متوازيين يا سيس. نعم. خط اختيار الله، سلطان الله، وخط مسؤولية الإنسان. لابد للإنسان يتجاوب مع صوت الله. أنت بلا عذر أيها الإنسان، أنت you have equal access لكل مصادر النعمة عندك. يعني الباب مفتوح للجميع، الباب مفتوح للجميع زي ما قلنا من شوية. حلو. الله يحب الجميع وهكذا. الله يعني أحب الله العالم. لا، في 100% في اختيار، لكن في 100% مسؤوليتك يا إنسان. ما تتفلسفش وتقول أنا مختار ولا مش مختار. حلو. أنا قادر ولا يعني في هذا أهم نقطة نقول للناس أنه ربنا مش أغلق على حد. أنت إذا قبلت ده مسؤوليتك، الله يدعوك. الله بالزبط. يريد أن جميع الناس، لأنه أنا قرأت كتب كثيرة لناس بيقول لك يس الله يريد أن جميع الناس يخلصون. لا، دي الفئة المختارة، هم جميع الناس. هكذا أحب الله العالم، العالم المختار وليس كل العالم. ده بيشوش الأذهان. طبعا المقصود بها أنه فعالية دم المسيح تكفي وتوفي العالم كله. أمين. لكن في النهاية الكثيرون يدعون لكن قليلون ينتخبون، أو قليلون اللي بيتجاوب. فإذا كثيرون يدعون يعني الدعوة للجميع، الدعوة للجميع. Very good. Yes. لكن الذين يأتون قليلون. بالنتيجة يكونون هم من النوعية الذين عرفهم الله سبق فعرفهم أنهم سيأتون وعينهم كمان، مش وعينهم. بس عرفهم وبررهم ومجدهم. الآية بتدينا التسلسل ده. لكن yeah. خلينا ناخد بعد التعليق الثاني على الموضوع. أمين. ده موضوع حلو بيهمني أنا نوضحه، لأنه في ناس كتير تشوشوا. يا ريت تفرد له حلقة خاصة. ما أنا خايف نفتح فيه معركة بعدين. معلش بس نطلع فيه كل الآيات والحق يعلن يعني. لأنه مرة حكي شخص بالمخيم عنا وأنا ما كنتش موجود، أنا كنت بالخدمة الثانية يعني، بس بقاعة ثانية كان فيه عنا عدة قاعات عم نعمل فيه خدمات. وبعدين اكتشفت أن في امراه عم تبكي انه طب انا شو راح اعمل اذا ربنا مش مختارني. شفت هذا السؤال غلط. تشوشت على الخالص وعم تبكي. انت وصلتك الرساله، معناته الرب بيحبك وعايزك. عايزك. امين. طب دكتور ناجي يا ريت بتعقب على المواضيع دي لو سمحت، بتحب تعقب؟ مره ثانيه باكد انه اختارنا لنكون مشابهين صوره ابنه. نعم. عشان نكون مشابهين صوره ابنه لازم تحصل ان احنا ندعى ونستجيب ونتبرر ونتقدس ونتمجد فنكون مشابهين صورة ابنه. الاختيار هي خطة الله لخلاص الإنسان ودي معروضة للجميع لأن محبة الله للجميع، لكن الله بيحترم إرادتنا. زي ما الرب يسوع بكى على أورشليم وقال أردت ولم تريدوا، فالله يريد أن الجميع يخلصون، وده مش هزار، ده كلام جد. نعم. لكن الله يحترم إرادتي إذا أنا رفضت هذه الخطة اللي الله اختارها، فدي مسؤوليتي وأنا أقدم عن نفسي حساب. Okay. أمين أمين. الرب يباركك يا محبوب. طيب أسيس نبيل، الإيمان العقلي. كيف؟ خلينا نوضح فكرة الإيمان العقلي. إزاي يعني الإيمان العقلي؟ ما هو الإيمان أصلاً يؤمن بأمور لا ترى. فإزاي نحن حنوفق بين الإيمان العقلي والإيمان الذي المغير، الذي زي ما تقول مثل ما قال توما، قال إذا ما بحط أصبعي ما رح آمن. كأني أنا بدي يعني أتأكد، يعني كأنه عم يشتغل، عم بيسخر الواقع وبيربطه مع الإيمان، وهذا أمر ما بيشتغل بهالطريقة. إذا الرب قال 1-2-3 يعني الماء ما فيه يحملني، بس قال له لبطرس تعال، يعني تعال. الرب قال. يعني مثلا زكريا تنفترض، أو يوحنا المعمدان اللي جاب سيرته للدكتور ناجي، قال أرسل له للمسيح قال له هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ طب ما أنت شفت الروح القدس نزل عليه والله تكلم معك وكذا، بس قام صلت عيونه على الواقع اللي هو فيه. عفوا. الواقع بيقول انه انا مسجون والمسيح عم يعمل عم بفك اسر الناس برا،
اوكي ارسلني لارسل المنسحقين في الحريه مسؤول. طيب ازاي دي مش عم تركب؟ فارسل بعض الطوائف حتى يخلوا صوره المعمدان محترمه على مستوى. لا هو المعمدان ارسل تلميذيه لحتى يلتحقوا بالمسيح. ده كلام غلط بتفسير الكتاب. لا هو شك، والمسيح قال طوبى لمن لا يعثر فيا. فكيف بدنا نوفق الامور دي شويه؟ انا هو على السؤال شويه فايت ببعضه. عايز امسك اول يعني الخيط يعني. يعني ما نمشيش نحن ما نشتغل مع ربنا، نحط الواقع ونشغل الواقع على موضوع الايمانيات خلينا نسميها. يعني الإيمان العقلي في حد ذاته مش غلط، لأنه زي ما قال الدكتور ناجي بشوية، يعني الإيمان المسيحي إيمان مبني على أدلة، إيمان منطقي، it makes sense، مش دروشة. الإيمان المسيحي مش يعني شوية حقائق كده تلخبطوا مع بعض وخد وبلعهم دول زي ما هم كده. لا، إيمان عقلي بإيمان، حتى يعني بيقول عبادتكم العقلية أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله عبادتكم العقلية، لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن ذهنكم عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بيقول عبادتكم العقلية بمعنى الريزنبل worship، بمعنى عبادة انتوا فاهمين بتعملوا ايه وليه بتعملوا كده، يعني صاحي وواعي بالضبط، بس مدرك. ما تخضع الواقع اللي انت فيه لكلام الله ولوعود الله ولأمور الله بالضبط، لانه الايمان بيتخطى الواقع. بس احنا كمدخل للايمان الصحيح لازم تفهم، يعني it has to make sense. لما اجي اكلم واحد اقول له يا حبيبي انت مولود بالخطية والخطية حكمت عليك بالموت، فانت في حالة انفصال عن الله، فانت محتاج انك ترجع ترد العلاقة مع الله. ايه الوسيلة اللي تردك العلاقة مع الله؟ مهما تعمل وتقطع في نفسك مش هتقدر توصل تعدي الجسر ده، لكن جاء الله الينا في المسيح يسوع واخدك، مات من اجلك، غسلك من خطاياك، وقامك معاه وجابك مرة تانية العلاقة معه. يعني it has to make sense. يعني إذا شخص مش قادر يصدق أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، المسيح مات لأجل خطيانا، أسلم لأجل خطيانا، أقيم لأجل تبريرنا، إذا مش قادر يصدق ما إحنا مفروض نقول له أوكي معك حق أنك أنت في واقع اللي أنت فيه أنك ما تصدقش، بس أنت بلا عذر إذا ما سألتش الله بالمطلق عن الخطة الإلهية من جهة خلاص البشرية، ولا غير كده بالضبط. يعني اذا مش قادر تقتنع بيها، يعني عندك عذر انك ما تصدقش، بس ما عندكش عذر انك ما تسالش ربنا تو بروف ات، تبرهن لك اياها اذا صح ولا غلط. وده اللي اتكلمنا عنه من شويه. من حقك تسال، من حقك تتساءل، من حقك تقول له فهمني بليز، يعني تغاضى عن يعني احتمل غباوتي زي ما قال بولس مره احد رسائله، احتمل غباوتي يا رب، نفسي افهم، نفسي طول بالك عليا شويه، اشرح لي وضح لي خليني اخدم من جوه. فالايمان العقلي شيء حلو كمدخل، لكن لازم يجي وقت من الاوقات يعني افك نفسي شويه من من الامور الذهنيه، وافتح مجال لما يتخطى الذهن لحيز الايمان اللي فيه بقى استوعب امور الله التي ما حدش يقدر يفهمها الا بروح الله. فيقول له يا روح الله هات اللي على قلب الاب وفهمني، لانه الانسان الطبيعي لا يقدر ان يفهم ما لروح الله. فيا روح الله هات اللي على قلب الآب وحطه جواني وجوايا وجوا ذهني وجوا قلبي وعواطفي ومشاعري، عشان أبتدي أستقبل حياة بالروح القدس. آمين. في المسيح يسوع. آمين. بعد معنا حوالي ست دقائق. وقت مرة بسرعة. رح نصلي بعد ما أتكلم على الدكتور ناجي آخر يعني تعليق. أخ عابر اسمه الأخ مصطفى جبوري، رح نصلي له بعد شويه، بس ناخذ التعليق الاخير من الدكتور ناجي. دكتور ناجي اخر تعليق ولو سمحت هيك يعني بسرعه. بعبرانيين 12 بيقول لنا الكتاب المقدس لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود، يعني ابطال الايمان هم، مقداره هذه محيطه بنا لنطرح كل ثقل والخطيه المحيطه بنا بسهوله ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. وبيقول نقطه حلوه كتير بيقول ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله. يعني احنا شفنا بطرس شك وغرق، بس بعدين لما حل فيه الروح القدس بعد يوم 50 شفنا جبار، لكن برضه ما فيناش نقول انه ما كانش عنده بعض الضعفات او انتابه بعض الامور. ومين ما يكون يعني الأعين مسلطة على الرب. فبيقول الكتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان، 12 عبرانيين 12 الآية رقم 2،
ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله كابن الإنسان طبعا لأنه هو الله في مخارجه الأزلية. فدكتور بما أنه المسيح هو رئيس الإيمان ومكمله هل فينا نقول أنه مهما تكون حالتنا لابد من تدخل إلهي من رئيس الإيمان حتى يساعد كل واحد منا في جسده لأن الكنيسة هي جسد المسيح. إيه رأي حضرتك لو سمحت؟ الكلام ده سليم جدا يا أسيس جون لأنه هو رئيس الإيمان ورئيس كهنتنا اللي بيشفع فينا طول الوقت. نعم. فإحنا في الجسد معرضين أن إحنا نخطئ لأنه حتى بعد حلول الروح القدس نلاقي أن بطرس مثلا أخطأ في حاجة بالنسبة للأكل الحلال والحرام والحاجات اللي زي كده والرسول بولس وبخه جهارا. اللي عايز أقوله أن إحنا كبشر بنقع لكن إن سقطت أقوم إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. فكاتب الرسالة للعبرانيين في أصح 11 ذكر أبطال للإيمان عظماء جدا لكن كان ليهم أخطاء على فكرة. وبعدين اتكلم عن مجموعة في نهاية أصحاح 11 بيقول وآخرون. الآخرون دول جازوا في جلود معز وكانوا مهانين ومسحوقين وفي براري وقفار والعالم لم يكن مستحقا لهم. فبرغم أنه أعطانا نماذج سحابة من الشهود يعني نموذج كبير من ناس زينا مصنوعين من طين زينا كده وقدروا يعيشوا حياة الإيمان بيقول لنا بس خلوا بالكم بقى ركزوا على رئيس الإيمان ومكمله يعني محقق الهدف بتاع الإيمان مكمله الرب يسوع المسيح لأنه بالسرور الموضوع أمامه أن يكتسب الكنيسة والجسد المسيح بعد الموت والقيامة استهان بالخزي ورضي أن هو ياخد سكة الصليب وسكة الألم علشان في هدف قدامه أن يخلص الجنس البشري ويكون الكنيسة اللي هي عروس المسيح. فبرغم أن في أمثلة من البشر ممتازة وعلينا أن احنا نشوفها وندرسها ونتمتع بيها ده كله جميل جدا لكن في النهاية بقى عشان نشوف النموذج الكامل هو نموذج واحد بس هو رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. فعينينا لازم تكون شاخصة على الرب وعشان كده بيقول لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. فمحدش بيجري في الجماعة اللي بيجروا الرانرز دول اللي بيجروا مسابقات الجري وهو شايل شيلة كبيرة قوي على ظهره ده لازم يرميها عشان يقدر يبقى خفيف ويجري. فإحنا لازم نترك كل ثقل كل هموم العالم كل اهتمامات العالم كل طموحات العالم كل الحاجات دي كلها لكن كمان نطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة عشان تدستراكتس عشان تشد انتباهنا في اتجاه غلط علشان نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. فلازم نعمل إيه حاجة اسمها ريفوكسين يعني كل شوية أوضب نظري مرة تانية على رئيس الإيمان. آمين أمين. وده الاكسرسايز اللي لازم نعيشه كل يوم. هللويا. الرب يباركك دكتور ناجي. انا كتير 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 فرحت انه اليوم شاركت معنا بالحلقه لان بقالك حضرتك مشغول جدا كنت مده يعني مشغول جدا وما قدرناش اخذنا من حضرتك موعد بس ارجو انه نرجع نتواصل مع حضرتك ايضا في الايام اللي جايه لو الرب رتب بنعمه الرب. ربنا يباركك دكتور ناجي. جدا سعيد ان احنا شاركنا في الحلقه دي مع بعض حبيبي. ربنا يباركك دكتور ناجي. شكرا يا اسيس نبيل. انا سعيد بتواجدك وبان اتعرف عليك من خلال هذه الحلقه. شكرا حبيبي. الرب يباركك دكتور ناجي والى اللقاء بنعمه الرب يسوع. الرب معك. اسيس بنصلي للاخ مصطفى جبوري وبدي اختم الحلقه لانه في اي حد طلبه محدده ولا؟ لا هو يصلي له لانه محتاج لي يعني عنده طلبه صلاه يصلي له حتى الرب يرفعه ويعينه. يا رب ابونا الصالح بنشكرك لاجل حضورك والافكار الجميله عن حضورك في وسطنا والايمان اللي فعلته جوانا الايمان اللي ادى بنا لحياه جديده في المسيح يسوع. بنشكرك لاجل اخونا جبوري يا رب مصطفى جبوري بنشكرك لأجل عملك في حياته ونشكرك لأنك فتحت قلبه يستقبل نعمتك يا رب ويتغير ويصير واحد من أولادك عيلتك المقدسة يا رب. بنصلي بارك على حياته على عيلته على خدمته على تحركاته. اسهر عليه من فضلك بملائكة حضرتك زي ما وعدت ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. بارك عليه وعلى كل المشاهدين من فضلك كل احتياجاتنا
بس كلها معلمة لديك في اسم المسيح، لك كل كرامة. آمين آمين آمين. الرب يباركك أسيس نبيل. أيضا كمان كفيت الرب استخدمك، يعني كفيته وفيت بس بقوة الرب. الفضل للرب طبعا، كله كل النعم اللي أخذناها الليلة كلها نعمة من الله. مجد مبارك الرب. اسمه. طيب أحبائي المشاهدين، أنا بشكر الرب لأجل هذه الحلقة، وبصلي من كل قلبي أنه الرب يثمر فيها يعني من خلالها بجميعنا. لكن أيضا بصلي أنه أي نفس لم تختبر بعد خلاص الرب يسوع المسيح، يمكن عندك صراع مش قادر تصدق أنه المسيح الله الأزلي ابن الله الحي يجي ويأخذ جسد بشري يبصق عليه ويتألم، الموضوع صعب. أنا سمعت من الناس كتير يس أوكي مش مشكلة، بس المسيح قبل بكل هذه حتى يحقق لنا الفداء. والنبوءات مثل ما سمعنا، النبوءات كلها بتتكلم عن عذابات المسيح وألام المسيح وموت المسيح وقيامة المسيح وتجسد الكلمة الأزلي أنه الله سيتجسد ويولد من عذراء مطوبة. فمن أجل ذلك أنت عندك عذر، بس اسأل، دايما أنا بقولها اسأل الله بالمطلق، يا الله اللي عم بيقولوها الجماعة صح ولا غلط؟ في يعني يمكن في شوية منطق بس أنا مش قادر صدق. قل له يا رب اكشف لي، ساعدني، أعطيني، أنا بدي أخلص يا رب. شوف حبيبي، ولا عقيدة تضمن لك الخلاص. هل ابتدوا يحتالوا على القانون شوي كل العقل، بس هو حقيقة ما في عقيدة تضمن لك الخلاص إلا الرب يسوع المسيح، الإيمان المسيحي. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. فالمسيح وحده اللي بريح، المسيح وحده اللي غفر الخطايا، وحده اللي بيغفر. ليه؟ لأنه غافر الخطايا هو الله، المسيح هو الله. المسيح مات على الصليب وقدم نفسه جسده ذبيحة حتى بدمه يكون لنا غفران الخطايا. بيقول لك الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله طبعا غير المنظور. من أجل ذلك قل له يا رب ارحمني، أنا بسلمك نفسي، اغسل لي خطاياي، اغسلني من خطاياي بدم ذبيحتك يا سيد الرب، اسكن فيي بالروح القدس، واعطيني يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد المثلث الأقانيم. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة، انت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.